اي ممكن فعلا. التصنيع ده بيبقى تصنيع يدوي؟ كلها مراحل تصنيع يدوي. يدوي. كل مراحل تصنيع السبحه تصنيع يدوي. بل النهارده يعني مثلا بدأ الصين بتصنع معدات بماكينات بتصنيع آلي، ولكن التصنيع الآلي عمره ما بيكون بالجودة طبعا أو باللمسة. وتلاقيها بتتقطع بسرعة على طول، يقوم الخيط يتفك والخرز يتفرد ما هو كده. ده شغل الصين، لأن الصين وحدة المليون، عايزة تنتج مليون سبحة، أنا عايز أنتج 10 سبح. أيوة. فعشر سبح بنتجهم بجودة عالية، من ناحية تصنيع، من ناحية خيوط، من ناحية تقفيل. قول لنا اللي بيفرق يا أستاذ نصر، يعني فكرة الجودة تبان في ايه؟ يعني انا لو بشتري دلوقتي قدامي سبحه صيني تمام وسبحه مصري، تمام، احس بايه فرق؟ والله السبحه الصيني معروف ان هي مصنوعه من البلاستيكات، تمام، اما بالنسبه للسبح اللي التصنيع مصري، تمام، كلها من خامات طبيعيه، من خامات طبيعيه زي الكوك، العود، الصندل، طبعا، تمام، الكهرمان، بس الكهرمان مش خامه مصريه، خامه الكهرمان بيجي من المانيا او من بولندا او من روسيا، تمام. الفاتوران، الفاتوران برضو صناعه، خامه صناعه تركي، ولكن تصنيع السبحه مصري، تمام. احنا دخلنا بقى، بدانا ان احنا نجيب ماده البوليستر ونطلع منها سبح بالاشكال دي والالوان ديت، تمام. ما دي تصنيع خامه مصري وتصنيع مصري لغايه ما توصل للدرجه دي، تمام. دي برضو من تصنيع مصري، مادة البوليستر بنضيف عليها ورق الذهب اللي هو بيتحط في الموبوليا، تمام، ونجمعها بتطلع منها سبحة بالشكل ده كده. جميل جميل.